شوف الوان الصخر يا ربع، شوفوا الاسمجة شفته؟ احلى مكان بكوكب الارض. مستحيل هذا بوجهة نظري انا. تعيش ما حد يقدر يحجر على رايي. ولد قارون اصلي، حياك. في دور مدارة عيون خير من الله، طلع قار طبيعي. احنا قاعد نسبح بالنعمة. اوه يا مال يا مال يا مال يا مال. انقذ الكبوس. نحافظ على البيئة. هذا عبد الله بيطبع حنيبه اللي بطريقه اشيله. ما تجيني هني ذيبه. لا لا ان شاء الله انا وياك، لا تحاتي. عين اسمع، بلغ اهلي سلامي. بطل بطل. قواك الله عبد الله. بعد قلبي. لا حضني حق الناس. شلك بالبحر وهواله ورزق الله على السيف. قاروه تعتبر من الجزر اللي ترسم حدود الكويت. هذه وايد مهمة، هي جزيرة ممكن تختفي ترى، وهي من أجمل الجزر بالكويت. تختفي ليش؟ من كثرة رمي السن فيها. يحيط فيها الشعاب المرجانية، وهذا أول خط دفاع حقها هي الشعاب المرجانية، ولازم احنا كلنا نساهم بالحفاظ على الشعاب المرجانية أساس أن استدامة جزيرة قارة. زين ما حافظنا عليها ايش راح يصير ممكن؟ راح تختفي. اوه راح تختفي، لحن هي قاعد تاكل بالسنه تقريبا 15 متر 7 متر قاعد تاكل. يعني مو شويه ترى. اي لا مو شويه، وانا كوني شبه عايش فيها فقاعد اوثق مراحل تاكلها. هذا اخر مغاص عندنا. يعني اخر مكان ممكن تغوصون فيه هذا المكان. هذا اخر مكان. ليش؟ مكان نظيف. في واحد بسميه المجهول، واحد من ربعي، قال لي عبد الله ابنزل وبتمشى وكلمني على بنا انا من سكان قارو. اخذ. يقول بحط عظم براسي. حاليا وصلنا، شوفوا قارون الجميلة يا الربع، من حالات المكان والله. الطب بهدومك، أول أرض كويتية تحررت أيام الغزو شنو؟ قاروه. أنا من ساعة شفت شيء طالع على الماي، قلت لك شنو هذا؟ قلت لي هذا قار. شنو هذا؟ هذا قار قاروه. هذا قار قاروه؟ لازق على الفلين. شفت هذا القار؟ لا تجي سلنك نعلش ما يروح. اللي يحوش اي قار قارو ما يروح الا بازلين. والله خوش، خلينا نشوفه. هذا الربع قار قارو، وقارو تسمت قارو لانه متروسه قار. متروسه قار. عبد الله كنا اكواريوم. اكواريوم من الله. اي والله اكواريوم صدق من الله. من الله. اي والله اكواريوم من الله. الماي خيالي، الماي خيالي. تعال شوف شوف، والله ودك تشرب، ودك تشرب شرب. شوف الله، شوف الماي بارد، الماي بارد يا الربع، الماي بارد. خيال قاروه، حرام والله حافظوا عليها. اسمع هذا خاف سحر، تبي افتشه؟ من المخلفات اللي قاعد نشوفها ابسط شيء مثل هالشيء هذا البلاستيك. صح. هذا يتحلل الى مئات السنين، يمكن الى الاف السنين عشان يتحلل. هذا ابسط شيء، المحافظة عليها شيء اساسي، وهذا لازم دور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية من المواطنين والمقيمين. الأرض أمانة عندنا ومخافة الله فيها. من سكان قارو الأخ. تمكث القين ثلاث ألوان منها. إيه الأخضر والسماوي والأزرق اللي على بنفسجي. هاتنا نظاراتنا. يا أخي أنا ما لومك لما تحب قارو، يعني إحنا جينا عشان نسولف على البيئة، خذتنا قارو بجمالها. صح أكيد. يسمونك بن قارو. إنزين اليوم في مثلا الناس اللي عاشوا في الفلتشي يسمونهم فلتشاوية، هل اليوم ممكن تكون هذه عائلة بالمستقبل بعد 100 سنة 200 سنة؟ إن شاء الله أتمنى يعني. أوه. الله يتصر عائلة من قارو ملك. أنا اللي قاعد أستمتع بقارو، وقمت أعيه بروحي، وصارت سبحان الله الكورونا وكنت انام بروحي، كنت انظف بروحي، وقت كنت ازرع الجزيره هم كنت بروحي. 3 سنين تقريبا انا اي ابات فيها بروحي، اروح وارجع بروحي. ليش؟ بعيد عن الزحمه، بعيد عن الازعاج، بعيد عن الامور السياسيه والرياضيه ومشاكل المدينه. الاضمن والايمن حق سلامه الجميع انه يدش من صوب الاسكله. اوكي. ويطلع هم من صوب الاسكله. ليش؟ امله، لان المايه لما تطيح القصار هذا كله يطلع، فراح ياثر على الطراريد، احتمال طرادك ينكسر الله لا يقوله. اهم شيء سلامتك، انت طالع تستانس. فدش من صوب الاسكله واطلع من صوب الاسكله، وتعرف متى تقص المايه ومتى ترش المايه. ايش قاعد نسوي؟ قاعد اشطن. شلون اشطن الطراد؟ اخلي صدره مشاهد البحر وظهره على الجزيره عشان تحافظ على الشعاب المرجانيه. انصح المرتادين ان على طول يشطنون، يعني ما يلحمون الطراد صدر الطراد على اليال، يحط على المرابط البحريه او الساحليه ويشطن. ليش؟
ويرجع ورا. كم حافظ قارو من 100؟ حافظها 50%، حافظها 60%، قول لي بالضبط. والله جد عطني نسبة دقيقة. على ما اعتقد 200%. اوه يعني تطايع، انا قلت يمكن يقول 99. لا لا 200%. قطاس بسيط كذي، سويت نفسي ما ادري وحذفته، رجع له بالطراد. يعني هو بتطلع طبيعي، احتمال ما نوصل له بعد يومين. حتى التان لازم نقطعه. الف؟ اي لانه يضر الشعب المرجانيه، وانا من 2019 طبقته على نفسي وقطعت التان. تاني يضره؟ ايش دعوه كلها انا؟ ايوه انا قصدك شيك شنك طاقيتني العزيز، احس انك طاقني. حاب المكان، حاب الجزيره نفسها، حاب الشعب المرجانيه اللي داخل، حافظ طلعتها ودخلتها، حافظ درجه حراره مايها، حافظ كم شنو فيها داخل، نوعيه الماي، نوعيه الشعب المرجانيه، نوعيه الاسماك الموجوده، تنوع الاحياء اللي موجود تحت الشعب المرجانيه، وحافظ كل شيء ومدونها. خذ هذه المسؤوليه وحطها على روحه وداس. رب الماي شيله ولا عليك امر. البطل البلاستيك ولا عليك امر. بطل الماي بطل الماي.